بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهاردة بإذن الله عن وصف الربع. إن شاء الله هي الحلقة الأولى في سلسلة من مواضيع حوالين أمراض الركبة. هنبدأ إن شاء الله بوصف الركبة. الركبة يعتبر أكبر مفصل في الجسم. مفصل بسيط بيتكون من ثلاث عظمات زي ما احنا شايفين كده. ثلاث عظمات، دي عظمة الفخذ، عظمة القصبة، وعظمة الشظية. ممكن نشوفه على النموذج التاني زي ما احنا شايفين، عظمة الفخذ، عظمة القصبة، وعظمة الشظية اللي هي الصغيرة. يعني عظمة كبيرة زي دي اللي عظمة الفرد، عظمة القصبة، عظمة الشظية. عندنا مفصل يعني التقاء اكتر من عظمتين، انما المفصل ده فيه ثلاث عظمات وبيبقى فيه هنا الصابونة اللي هي قدام، هنشوفها هنا على النموذج ده، اللي هي الصابونة. الصابونة بيبقى ماسك فيها يعني وتر من تحت ووتر من فوق، وهي العظمة اللي ما بين الوترين، لكن هي مهمة جدا يعني هي لحماية الركبة وكمان لتقوية العضلات اللي هي بتفرد مفصل الركبة. اللي عندنا المفصل الركبة بيبقى مغطى بنوعين من الغضاريف. أول نوع من الغضاريف اللي هي الغضاريف اللي احنا بنسميه بلغة الطب اللي هو الكارتلج، يعني الغضاريف البيضة، ودي اللي هي بتبقى بتغطي سطح العظم، ودي للأسف لما بتتأكل بيبقى مرض خشونة المفاصل. الحاجة التانية، النوع التاني من الغضاريف اللي هي الغضاريف الهلالية، يعني لو فتحنا الركبة كده هنلاقي فيه غضروفين، تمام، غضروف هلالي داخلي وخارجي، دول اللي دايما بيتقطعوا واحنا ماشيين او في اصابات الملاعب وبيحصل منهم مشاكل كتير، ولو حصل تآكل تام فيهم ده بيبقى بيسرع مشكلة خشونة المفاصل. الحاجة التانية اللي بتمسك الركبة اللي هي الأربطة، ودايما بنسمع عن مشاكل الأربطة. عندنا أربع أربطة أساسيين. الرباط الأولاني MCL أو الرباط الداخلي اللي هو ده، بيمسك العظمة اللي فوق عظمة الفخذ مع عظمة القصبة تحت. الرباط الثاني أو هي بصراحة هي مجموعة أربطة اللي هو ده، اللاترال كولاترال ليجمنت أو البوستر لاترال كورنر ABLC. احنا قلنا كده نوعين من الأربطة. الحاجة الثانية الثالثة والرابعة اللي هي الرباط الصليبي الأمامي والخلفي اللي هم دول. صليبي يعني صليب، يعني رباطين متقاطعين مع بعض ماسكين العظمتين من الداخل، يعني بيمسك هنا بالظبط هنا ويطلع من عظمة الفخذ يمسك في القصبة في المنتصف. فطبعا الرباطين بيبقوا داخل الركبة، ويمكن هي دي مشكلتهم، ان الأربطة اللي بتبقى داخل الركبة مش بتلحم بسهولة او تقريبا ما بتلحمش، فعشان كده بتحتاج عملية. عندنا فيه رباط صليبي امامي ورباط صليبي خلفي، يعني ده الخلفي وده الامامي، يعني ده نموذج متبهدل شوية بس يعني ان شاء الله يقدر الغرض. فدلوقتي احنا عندنا باختصار الركبة هي مفصل من اهم مفاصل الجسم، وطبعا عشان مفصل من المفاصل اللي احنا اساسية في المشي عليهم وفي الحركة وفي طول السلم ونزول السلم، فطبعا ان المفصل يكون مظبوط او ما فيهوش مشكلة ده اساسي عشان الانسان يعيش حياته بشكل كويس. فلذلك احنا المفصل ده بنهتم بيه جدا،
وعشان كده المشاكل بتاعته كتير جدا، ومشاكله بتتنوع ما بين خشونة المفاصل، ودي يا إما حصل كسر فيه قبل كده فسرع مسألة الخشونة، أو إن حصل تآكل في الغضاريف بسبب السن أو بسبب إصابات الملاعب أو بسبب حادث فأدى إلى الخشونة. طبعا الخشونة بتعمل ألم شديد جدا لأن المفصل ما أصبحش طبيعي، أو إن الرباط الصليبي يتقطع فبيعمل عدم ثبات في الركبة فبيؤدي إلى مشاكل تانية. وإن أنتم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب أو اشتراك في القناة عشان توصلكم إن شاء الله الحلقات أول بأول. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.